قيل للإمام أحمد أيكون الرجل عنده 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال أجل إذا كانت في يديه وليست في قلبه. جميل قوي إن أنا يبقى معايا مليار جنيه، مليار دولار، إن أنا أكون من أغنى الناس، لكن الفلوس دي كلها فين؟ في إيديا مش في قلبي. بمعنى إن أنا لو دعيت للإنفاق أنفق، لو دعيت لزكاة مالي أزكي. يا جماعة الخير، والله الذي لا إله غيره، لو إن أغنياء المسلمين دفعوا زكاة مالهم ما وجدنا مسلما فقيرا على وجه الأرض. ولكن لما الأغنياء، إلا من رحم الله طبعا، لما كتير من الأغنياء بخلوا بزكاة أموالهم، إيه اللي حصل؟ نزعت البركة من أموالهم وبقي بقية المسلمين فقراء. لكن يا جماعة أخرجوا، عندك يقين في كلام ربنا؟ طبعا مصدق ربنا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل. قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مصدق النبي؟ مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال 3 أقسم عليهم. النبي لما يقسم يبقى حاجة كبيرة قوي، حاجة الناس مش مصدقينها، رغم أن النبي مصدق صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. وما ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي. قال صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. معك كام؟ معك 1000 دولار؟ تصدقت بكام؟ ب100 دولار؟ ما بقوش 900، لا، ال10 اللي طلعتهم دولت بقوا بمقام 7000، بقوا مقام 700. 700 دولت بفضل الله في كل صدقه ب700، يبقى في 10 يبقى ب7000، يبقى معاك 7000 وضيف لهم ال 900 يبقى 7900 دولار، ويمكن اكتر من كده بفضل الله. مقاييس البشر شيء ومقاييس رب البشر شيء سبحانه وتعالى. لا اله الا الله محمد رسول الله باذنك عباد الله. لا اله الا الله محمد المصطفى محمد is messenger.